بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله يا جماعة نكمل مع بعض كورس الأوتوكاد بتاعنا. وأنا اتكلمنا قبل كده في 10 فيديوهات عن حاجات مهمة في الأوتوكاد، وكان في حاجات مهمة تانية ما اتكلمناش عنها. من ضمن الحاجات اللي احنا ما اتكلمناش عنها وجه دورها عشان نتكلم عنها النهاردة إن شاء الله هي الليرز. لو احنا بصينا على اللوحة زي اللي قدامنا دي لوحة معماري. بقول لك تخيل اللوحة اللي قدامك المعماري الكبيرة دي كلها، تخيل أنا جيت باللوحة دي كلها ورحت جاي جبت أمر لاين وقعدت أرسم أرسم، وجيت بس كل اللي بعمله بقيت أغير الألوان. يعني إيه؟ يعني جيت رحت جاي جايب مثلا السنتر لاين عملته كده، مش عارف البيمز الاعمده اي حاجه، رحت جاي عاملها اي خط، رحت جاي دوبك كل اللي عملته غيرت اللون. ما ايه بقى الفكره؟ ايه اللي قدامي بقى؟ كل اللوحه اللي قدامي دي كلها عباره عن لاينز. يعني انا لو عايز احول اللوحه اللي قدامي، انا كراجل انشائي عايز احول اللوحه اللي قدامي دي لمعماري، كل اللي الزمني منها هو ايه؟ هو الدايمنشن وهو الوول عشان احط مكانها الكاميرات وايه والكولومز الاعمده. هاجي عشان ابقى محتاج كل اللي قدامي ده هبدا محتاج ايه اشيله، فعشان اشيله هضطر افضل امشي عليه واحده واحده وابدا اعمل ايه اريز، وبعد كده افضل امشي على الدايمنشن واحده واحده وابدا امسحها، ابدا امشي على الفرنتشر كل ده ابدا امشي خطوه خطوه عشان خاطر امسح الحاجات اللي قدامي. عشان كده من هنا جت فكره ان هم يعملوا حاجه اسمها ايه اللايرز. يعني ايه اللايرز؟ يعني قال لك ان انا هاجي لك على حاجه زي اسمها تكست، يعني مثلا زي الطعام الصالون كل ده حاجه تحت كتابه، فهبدا اسميها لك تكست وابدا احطها لك في لاير لوحدها، بحيث ان انت بمنتهى السهوله تقدر تتحكم فيها. يعني انا عايز احول الشكل ده لمعماري بمنتهى السهوله، اروح جاي داخل هنا اجي عند التكست، اروح جاي في اللمبه اللي قدامي دي كده ابدا ايه في ثانيه اشيلها. عايز الدايمنشن اشيلها، ابدا على اللاير بتاعتها ابدا اضغط على ضغطه واحده اشيلها، مش عارف ايه افضل اشيلها. طب انا لو مثلا جيت اعمل هنا حاجه زي هنا، حتى جيت اعمل هنا كاميرا ولا حاجه، وكنت عايز افتكر اذا كان في هنا عمود ولا ما فيش عمود، في باب ولا ما فيش باب كده، عايز افتكر المنطقه دي، فارجع بمنتهى السهوله اروح جاي مشغل ايه اللاير بتاعتها، ابدا اشغل اللاير بتاعتها اعرف اذا كان فيه ولا ما فيش. تمام، فمن هنا جت فكره ايه اللايرز بتاعتنا. هنبدا نتكلم عن اللاير ايه واحده واحده بقى. في عندي خمس بقى حاجات، عندي خمس حاجات ببدا اميز بيهم اللايرز او ببدا اعرف بيهم اللايرز. قال لي اول حاجه منهم ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ النيمز. النيمز يعني ايه؟ قال لي يعني انت لو بصيت على اللوحه زي اللي فاتت دي هتلاقي كل حاجه من دول لها اسم. يعني انت لو بصيت هتلاقينا عاملين ايه؟ الصالون والحاجات دي كل ده معمول في تكست لوحدها، الهاتش تأشير في تكست، اللي مش عارف النيتشر في تكست، كل حاجه معموله في ايه؟ في لير لوحدها، كل حاجه معموله في لير لوحدها. فاول حاجه ببدا اعرف بيها او بميز بيها اللايرز هي عن طريق ايه؟ النيم. دي اول حاجه. تاني حاجه عن طريق الكالرز. يعني ايه؟ يعني بدل ما افضل اخش اقعد اعرف على البروبرتيز الخصائص بتاع كل لير، قال لي لا، قال لي انت ممكن تقدر ان انت من خلال اللون ما تبدا تبص على اللون تبدا تعرف اللايرز دي بتاع ايه. وفي عندي شويه الوان عايزين نثبتها يا جماعه مع بعض للناس ان شاء الله المدني، عايزين نبدا نثبت الالوان دي مع بعض لان ان شاء الله هنستخدمها في الدرس بتاع الطباعه، لان هنبدا ان شاء الله في الطباعه نبدا نطبع عن طريق اللون. يعني ايه نطبع عن طريق اللون؟ يعني هقول لك على شويه الوان دلوقتي هنبدا نرسم بهم حاجات معينه، الحاجات دي هنبدا نديها بعد كده حاجه اسمها ان شاء الله اسمها لاين ويت. حاجه اسمها لاين ويت. عن طريق اللاين ويت والكلر هنبدا ان شاء الله نطلع لوحه كويسه جدا. ازاي؟ يعني ان شاء الله نطلع الاكسس هنلاقي حاجه خفيفه، التاشيره هنلاقي حاجه خفيفه، الاعمده دي اهم حاجه عندي في اللوحه كلها هنبدا نطلعها حاجه تقيله. فيا ريت الناس تلتزم خصوصا المدني ان شاء الله بالالوان اللي قدامنا دي عشان هنبدا نحول بقى الانشائي. ايه هي؟ قال ان شاء الله عندك اي خرسانه عاديه هنبدا نخليها باللون الاصفر، اي خرسانه عاديه باللون الاصفر، اي خرسانه مسلحه اعمده، اي خرسانه مسلحه زي الكاميرات البلاطات كل ده السملات كل ده نبدا نعملها ايه باللون الابيض، اي اعمده ان شاء الله نبدا نخليها باللون السيان اللون اللبني اللون اللبني الساين ماشي، اي تاشيره نخليه باللون الاحمر، اي تاشيره باللون الاحمر، الاكساب برضو باللون الاحمر، اي ابعاد نخليها باللون الماجنتا اللون الماجنتا، اي تكست هنخليها باللون الجرين الاخضر، اي حديد تسليح او اي حاجه نخليها باللون الازرق. يا ريت الناس تلتزم بالالوان دي ان شاء الله، لان هنبدا نستخدم الالوان دي بعد كده في الطباعه زي ما قلنا هنبدا نطبع بيها ايه الورق باذن الله. دي كانت تاني حاجه ببدا اعرف فيها اللايرز. ثالث حاجه عندي اسمها حاجه لاين ويت. لو بصيت على الرسمتين الدايرتين اللي قدامك ده هتلاقي اكتر حاجه بتجذب انتباهك هي ايه؟ الدايره المظلله اللي هي التقيله دي. عشان كده نفس الفكره بداوا يستخدموها في الحاجات المهمه في الافيه في اللوحات اللي عندنا. يعني مثلا عندي حاجه زي ايه؟ زي الكولومز. الكولومز ده اهم حاجه عندي ليه؟ لان لو الكولوم عندي اتحرك 10 سم بس ممكن يقفل باب في المعماري، ممكن يبوظ اي حاجه. فعشان كده اهم حاجه عندي في الكولوم هو اهم حاجه عندي في اللوحه هي الكولوم. عشان كده ببدا ادي الكولوم لاين ويت. عشان كده بقول لك بنرسمه باللون السيان اللي هو الساين اللي هو اتقل لون موجود عندي خالص، اتقل لون اللبني، وابدا بعد كده ادي له حاجه اسمها لاين ويت. من خلال اللاين ويت ده ابدا اخليه حاجه ظاهره بالشكل اللي قدامنا ده كده. بعد كده رابع حاجه عندي ببدا اميز بيها اقل حاجه عن طريق حاجه اسمها لاين تايب. يعني ايه نوع الخط؟ يعني انا دلوقتي لو بصيت هلاقي اللوحه اللي قدامي دي كده فيها كذا انواع كتير من الخطوط. يعني هلاقي الاكسس معموله بايه؟ بالسنتر لاين، هلاقي الحيطان معموله بالسوليد، هلاقي مش عارف السلالم بالدوتد، هلاقي مش عارف ايه تاني، كل حاجه من دول لها نوع من انواع ايه الخطوط. عن طريق النوع ده ما انا ببدا ابص الاقي خط بالشكل ده اعرف ان ده سنتر لاين، ابدا اشوف خط اعرف ان هو وول، ابدا مش عارف اشوف ايه ابدا اعرف كذا
يعني من خلال نوع اللاين تايب ابدا اعرف الشكل اللي قدام ايه باللايرز. خامس حاجه عندي ومهمه جدا، حاجه اسمها ستراكشر بين اسايمنت. يعني الناس ان شاء الله اللي بتروح مكاتب استشاريه هتلاقي الشكل اللي قدامها قدام موجود قدامنا. يعني ايه؟ يعني اللي احنا يعني ان شاء الله احنا برضو بنتكلم في الطباعه، هتلاقينا بقول لك اللون اللي احنا هنستخدمه الاحمر مثلا في التهشير، هدي له حاجه اسمها لاين ويت. اللاين ويت ده قيمته لما هستخدم سكيل 1 ل 50 15 من 100، لما هستخدم سكيل 1 ل 100 هستخدمه 1 من 10. ليه؟ عشان خاطر يخليه اللوحه بتاعتي تظهر. السنتر لاين حاجه خفيفه، التهشير حاجه خفيفه، العمود بص كده هتلاقيه هتلاقي حاجه تقيله جدا، مش عارف ايه هتلاقي التسليح حاجه اخف شويه، فهكذا. فهنبدا نتكلم عنه ان شاء الله عن الالوان والحاجات دي كده باذن الله بالتفصيل في الدرس الخاص باذن الله بالطباعه بالطباعه. بعد كده عايزين نتكلم بقى عن ايه، عن حاجه مهمه كمان عندنا. نبدا نعرف ايه اللايرز بتاعتنا. اللاير بتاعتنا ابدا دلوقتي، احنا قلنا خلاص مميزات اللاير بتاعتنا. انا هبدا ادخل اللاير عندي على البرنامج ازاي. احنا عارفين ان انا بدخل اي حاجه للبرنامج عن طريق 3 طرق. ايه هي؟ عن طريق المنيو بار، ان انا اخش على قائمه فورمات واقول له ايه لاير، يبدا يفتح لي قائمه اللاير قدامي، قائمه اللاير، او عن طريق الشورت كات الموجوده هنا ابدا اضغط على اللاير بروبرتيز مانجر، ابدا اضغط عليه يبدا يفتح لي قائمه ايه لاير، او عن طريق ان انا اروح جاي كاتب في الكوماند بار اكتب ال ايه انتر يبدا على طول اوتوماتيك راح جاي فاتح لي القايمه اللي قدامي دي. تمام. ادي عرفنا كده ندخل اللايرز بتاعتنا. نبدا ايه مبدئيا كده، نبدا ايه نعرف لايرز عندنا، نبدا نعرف لاير جديده كده اي لايرز، ونبدا نديها لون، نبدا نغير الالوان بتاعتنا وليكن الاحمر الاصفر الازرق اي الوان. لو بصيت عندي كده لو تلاحظ هتلاقيني بعمل ايه، بص كده اما اجي اضغط على اي حاجه، بص كده اجي اقف على اي لون كده هتلاقي في رقم هنا بيظهر، حاجه اسمها color index. color index بص كده ده 4 ده 3 ده 2، الاقي color index. يعني ايه color index؟ يعني اقل لون من كل لون من الالوان ده له رقم مميز له. يعني انت لو رحت اي شركه بعد كده ان شاء الله وجي يقول لك انا استخدم لي الرقم ايه لون 100، لو 100 هتفضل تمشي على الالوان واحده واحده هتشوف لحد 100 و103 100 ومش عارف كام، افضل امشي. قال لي لا، قال لي ممكن تشتغل دماغ، تشتري دماغ تروح جاي هنا على الكلر وتروح جاي كاتب 100 تبدا كده اوكي، هو اوتوماتيك على طول عارف ان ال 100 ده هو اللون ده، يبدا يجيبه لك على طول مش عارف كذا، تبدا تكتب وتغير الالوان براحتك. لو جينا بقى نرسم بقى ونجرب كده نرسم، هنبدا نخش على اللايرز بتاعتنا، نكتب ان نخش على اي لاير، نبدا نرسم بقى كده اي حاجه كده لير مثلا 3. لير 4. حاجه بالشكل اللي قدامي ده كده. وجيت افتح البروبرتيز عندي مانجر، هلاقي في عندي شويه خصائص بتعرف برضو ايه، ببدا اعرف عن طريقها برضو ايه اللايرز. ايه هي؟ بص كده واحده واحده عليها، هلاقي حاجه اسمها اللمبه اللي قدامنا دي، اللمبه اللي قدامنا دي ايه فكره اللمبه، وبعد كده حاجه اسمها فريز. ايه الفرق ما بين اللمبه والفرق ما بين الفريز؟ نجرب واحده واحده كده. لو انا مثلا جيت عند لاير زي اللاير الاصفر ده، رحت جاي على اللمبه اللي قدامي دي ورحت جاي طافيها، ببص ايه اللي حصل، لقيت ان ايه الخطوط اللي قدامي بدات لوحدها اوتوماتيك تشال. تمام. طب لو جيت برضه رحت جاي على حاجه زي الاخضر، اللون الاخضر ده رحت جاي عامل له فريز، رحت جاي شايل ببص برضه اتشال. طب ايه الفرق ما بين ده والفرق ما بين ده؟ قال الفرق ما بين ده وما بين ده هنبدا نشوفه دلوقتي. انا رحت جاي اعمل كنترول ايه كده، كنترول ايه يعني انا حددت كل حاجه، بص حتى في نقط اهي بص كده ايه النقط دي، قال النقط دي كانت في خط هنا، كان في خط بس مش ظاهر، بس اتعلم. لو جيت رحت جاي اعمل موف كده، رحت جاي متحرك الشكل قدامي ده كده حركته كده، بص كده معايا. هنبدا نفتح اللايرز اللي عندي كده تاني، ده الاصفر انا كنت عامل له ايه قافل اللمبه بس بتاعته، الفريز كنت ايه يا دوبك هو اللون الاخضر. ايه اللي حصل؟ الاصفر اتنقل عادي خالص ولا كان اي حاجه حصل، اما الاخضر فضل زي ما هو في مكانه ولا اتحرك. يبقى اول حاجه عندي من الفرق ما بين اللمبه وفرق ما بين الفريز، قال الاثنين بيطفوا الحاجه، يعني الاثنين ايه بيبدا يخفي لك الشكل اللي قدامك. يبقى احنا عرفنا اول حاجه ادي كده ان اللون الاخضر اهو قدامي اهو بدا يطفي، اللون الاصفر بدات الاثنين بداوا يختفوا. بس ايه الفرق ما بين ده وبين ده؟ قال لي لو كنت تعمل اي تعديل على اي حاجه اللمبه بتاعتها مقفوله بتبدا تتحرك معاك خالص، زي ما انا عملت موف راح جاي اتحركت معايا خالص. اما الفريز قال لي الفريز لو عملت ايه ولا هتتحرك من مكانها ولا هتتنقل من مكانها نهائي. تمام. يبقى هو ده كان اول فرق عندنا ما بين اللمبه وما بين الفريز. نبدا نشوفهم تاني اهو،
ده اتحرك من مكانه اللي انا كنت قافله باللمبه، ده ايه فضل في مكانه. طب انا بستخدم الفريز ده في ايه؟ قال الفريز ده حاجه مهمه عندك خالص بس في حكايه ال 3 دي. يعني ايه في ال 3 دي؟ قال لي في حاله ال 3 دي انت بتبقى راسم بوكسات وراسم حاجات كتير واشكال كتير جدا، فانت بتبقى تلاقي اللوحه معاك تقلت يعني اللوحه بدات تتقل قوي، فانت محتاج توقف حاجه بحيث ان هي تفضل موجوده عندك في اللوحه بس ما تاثرش معاك. يعني ايه؟ يعني انا لو كان عندي بوكس مثلا تقيل كده ورحت جاي اعمل له ايه فريز، معنى ان انا عملت فريز بيقول لك ان البوكس ده خلاص انا نسيته كانه مش موجود معايا خالص، اللي هشتغل عليه هو بقيه الاشكال اللي انت راسمها التاني. فببدا اخفف عندي ايه من ايه من 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 ان اللوحه تبقى خفيفه عندي. دي كانت بالنسبه ايه لللمب وبالنسبه ايه للفريز. طب في عندي حاجه ثالثه برضو اسمها اللوك، نبدا نروح جاي نجرب لوك على اللي هي الزرقاء دي، رحت جاي عملت ايه لوك كده، بص ايه اللي حصل، بدات ما تختفيش بس ايه بس فضلت مكانها، فضلت مكانها بس تلاقي اللون بتاعها باهت شويه، بحيث ايه بص كده جرب اعمل ديليت لاي حاجه كده اريز، بص كده ايه اللي حصل، كل حاجه اتمسحت الا هي، تعالى جرب كده تعمل اي تعديل عليها كل حاجه ايه اتمسحت الا هي. عشان كده احنا بنستخدم اللوك ده في حاجات مهمه جدا، عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا ابقى شايف الحاجه قدامي، ان انا الحاجه تبقى ظاهره قدامي بس اعمل لها لوك، ان انا بحس ان ما يتعملش على اي تعديل، ما يتعملش على اي تعديل. لو جربت اعمل على اي تعديل كده موف او اي حاجه بص كده اللي هيحصل، كل حاجه هتتنقل الا ايه هي. بنبدا نستخدم اللوك ده في ايه؟ قال لي بستخدم اللوك ده هنتكلم عنه دلوقتي ان شاء الله، ان انا لو عندي حاجه بالشكل اللي قدامي ده كده بنبص هنلاقي في عندي، بعرف منين المعمار الشاطر؟ بتلاقي المعمار الشاطر بيجي في حتت في اماكن كده زي ايه في على الكولومز، بيبدا ايه يزودها كده. يعني ايه؟ نبدا نشوف كده المعمار الشاطر، بص كده بيبدا ايه تلاقي في خط زياده زايد كده عندك على العمود اللي جوه، بص كده انا واقف اللي نور في جزئيه نورت لجوه عندي اهي، جزئيه نورت لحد جوه اهي. قال لي المعمار الشاطر بيبدا ايه عارف ان في حاجه بعد كده حاجه اسمها حصر دهانات وحاجات زي كده، وان انا هبدا اعمل عليه، فبيبدا يزود جزء لجوه عشان ايه هيستخدمه بعد كده في الحصر ان شاء الله. فانا الجزء اللي جوه ده ما يبدا ما يلزمنيش انا عايز اشيله، فببدا اعمل ايه، بروح جاي اعمل حاجه اسمها لاير لوك، اجي عند الكولمز مثلا ببدا اعمل ايه حاجه اسمها لاير لوك، ببدا اعمل حاجه اسمها لاير لوك، اجي عند الكولمز كده وابدا اعمل له ايه ايه لير لوك، يبدا ايه بص العمود يتقفل. اجي بعد كده اعمل ايه ترم بقى تي ار انتر انتر، ابدا اشيل بقى الزيادات اللي كانت موجوده عندي هنا، يبدا ايه تشيل. نجرب كده نبدا نعمل لير ان لوك، لير ان لوك بدات ايه تتفتح كده، نجرب كده نقف على الخط، بص كده الخط ايه اتشال، ما فاضلش غير حته صغيره المفروض كنا ايه نعمل لها ترم هي كمان. تمام، فهنبدا ولسه ان شاء الله هنتكلم عن اللاير تول القيمه دي بالتفصيل في اخر الفيديو باذن الله تعالى، لان القيمه دي مهمه جدا جدا جدا. فده كان الثلاث فروقات ما بين الاون والاوف، ما بين اللمبه اللي انا عاملها اون واوف، وما بين فريز وما بين اللوك. نبدا نقولهم تاني، اللمبه تبدا تطفي الحاجه بس لو عملت اي تعديل، مسحت اي حاجه تبدا تتمسح، الفريز يبدا يطفيها لك بس لو عملت ايه، لو عملت المستحيل ولا تتعمل معاك اي حاجه ولا تتحرك، ماشي. طب بالنسبه لللوك بيبدا يسيبها لك شغاله مفتوحه قدام عينك بس يدالك لون باهت شويه بحيث ان انت ايه تبقى عارف ان هي مقفوله بس ما تعملش عليها اي تعديل نهائي. ده كان اهم ثلاث حاجات عايزين نتكلم عنهم في البدايه. بعد كده عندنا حاجه اسمها اللاين تايب. يعني ايه اللاين تايب؟ يعني نوع الخط. يعني افترض ان انا قايل لك دلوقتي ان انا هرسم حاجه اسمها دايمنشن، الدايمنشن مدينها ايه اللون بتاعي اللي هو ايه ايه اللون الماجنتا، ببدا اروح جاي مديله اللون بتاعي كده، وبعد كده النوع بتاعه طبعا كونتينيوس سوليد. طب النوع بتاعه، طب نفترض ان انا مثلا هدي القايمه دي عايز اديها ايه اسم، عايز ادي اللير بتاعتي دي ايه اسم، فاروح جاي مديك الرايت كليك واقول له ايه رينيم، هبدا اكتبها ايه، هبدا اسميها دايمنشن. دايمنشن الدايمنشن دي باللون ايه باللون مش دايمنشن قصدي معلش متاسف، اكتب مثلا اكسس، اكسس محاور، الاكسس دي المفروض لون ايه اللون الاحمر الريد. بعد كده طب النوع بتاعه، لا النوع بتاعه يا سيدي بقى مختلف شويه، فاروح جاي داخل على لود واختار حاجه اسمها ايه سنتر 2، اروح جاي مختار حاجه اسمها ايه سنتر 2 واديك له اوكي، ماشي هنعرف ايه دلوقتي، هنعرف ايه دلوقتي، ماشي اديك ايه اوكي. طب بص كده معايا برده موجود كونتينيوس ما اتغيرش، ليه ما اتغيرش؟ لان المفروض اول ما بتنزله لازم ترجع تختاره تاني، تروح جاي مديك له ايه اوكي، يبدا ايه يظهر معاك ايه سنتر 2 وهكذا مع الباقي. يبقى ده بالنسبه ايه لللاين تايب. لو عندك اي حاجه تانية، عندك سلم وموجود فيه دوتد، ببدا اختار ايه، اروح جاي مديك هنا لود واديك ايه دوتد، اديك بس الحرف الاختصار بتاع الدي، يبدا ايه يديك ايه داش دوتد كل اللي انت عايزه. تمام، فابدا اروح جاي مختار الحاجه اللي انا عايزها، واروح جاي بعد كده اروح جاي محددها اهم حاجه، واروح جاي مديك له اوكي، يبدا النوع بتاعه ايه يتغير. بعد كده رابع حاجه عندنا اللي هي اللاين ويت. ايه اللاين ويت؟ احنا لسه متكلمين عنه ان هو ايه الفرق ما بين ده وده، ده بالنسبه ايه اللاين ويت. لو بصيت على ده وعلى ده ايه الفرق ما بينهم؟ ان انا مدي ده جزء حاجه اسمها ايه لاين ويت عندي هنا كده. لو جينا مثلا حبينا ندي حاجه لاين ويت، لو ادينا لير مثلا ثلاثه دي اديناها لاين ويت
رقم كبير كده 2 مللي ولا حاجه. اديت له ايه، اوكي تعالى كده جرب ارسم بايه، بلاين 3، لاير 3 ابدا ارسم بيها. بص كده لاير 3 اهو. قال لا، ايه اللي حصل؟ ما ظهرش معايا ليه؟ ليه ما ظهرش بسمك كبير زي اللي قدام فوق ده كده؟ والدايره دي راحت فين؟ هقول لك، لازم تقيد حاجه مفتاح تحت، حاجه اسمها لاين ويت، تبدا تضغط عليه يبدا اوتوماتيك يروح جاي ايه مديك اي حاجه مرسومه باللون الازرق، يبدا يديها لك لاين ويت كده. طب ليه اللاين ويت؟ احنا قلنا اهميه اللاين ويت، طبعا قلنا اهميه. طب يا ترى الحاجه اللي قدامي دي هي اللي هتطبع ده؟ قال لي لا، مش السمك ده كله اللي هيطبع، انا بعمل لك السمك كبير قوي كده عشان تبدا تشوف. حتى بص ابدا اعمل زوم كده، هيبدا ايه يبدا ايه يظهر معاك قوي قوي. بص كده طول ما انت عمال تعمل زوم بيبدا ايه يظهر قوي معاك. بس انا قال لك ايه، ببدا اديك اللون الكبير قوي ده كده واظهره لك عشان يبان قدامك ان هو ايه، ان هو حاجه معمول لها لاين ويت. طب ايه اللي هيطبع؟ هنبدا نخش على فورمات حاجه اسمها لاين ويت. بص كده حاجه اسمها ديسبلاي لاين ويت، هو ده الديفولت بتاعه ده ايه، هو ده الديفولت اللي هيبدا يطبعه لك اللي هو 25 مليمتر. تمام كده، تمام اوكي. نبدا عرفنا ايه بعد كده، عرفنا حاجه اسمها اللاين ويت وعرفنا اهميته واستخدامه. نبدا نخش على حاجه بعد كده اسمها الترانسبيرانسي. ترانسبيرانسي يعني ايه؟ ترانسبيرانسي يعني الشفافيه. يعني بص كده لو بصينا على لو بصينا على الحاجه اللي قدامنا دي كده، على اللايرز اللي قدامنا دي كده، هلاقيها واضحه قوي كده. بص يعني ايه، هلاقيها واضحه، اللون الاصفر باين خالص، الابيض باين خالص. طب لو جيت رحت جاي مزود الشفافيه بتاعته، انا خليت حاجه كانها ايه شفاف كده، يعني معنى كلمه شفاف مثلا اديته رقم 90، ما هو من 0 لحد 90 اديت له اوكي. جيت عند اللون الاصفر اديته رقم وليكن 70، اديت له اوكي. بص ايه اللي حصل لل 70، هتبدا تشوف بقى دلوقتي. قال لا، ما فيش اي حاجه حصلت خالص. واللون الاحمر مفيش اي حاجه نهائي حصلت، الاصفر اقول لك ان انا في عندك حاجه تحت اسمها ايه، ترانس بيرانسي. ابدا اضغط عليها تبدا ايه، بص كده يبدا ايه يظهر عندك خالص اللون ان هو ايه باهت قدامك بالشكل قدامك ده. ده برضو عشان خاطر ايه، لو انا عايز اخلي اللون ما يبقاش ظاهر مش عارف ايه اثناء الرسم ولا حاجه، فببدا اعمل حاجه اسمها ايه ترانس بيرانسي. تمام كده. طب ده كان بالنسبه للترانس بيرانسي. طب ايه تاني؟ قال لي انت عندك ايه تاني يا سيدي؟ قال لك عندك بعد كده حاجه اسمها البلوت. هنبدا نتكلم طبعا عن البلوت، هنبدا نتكلم عنها طبعا ان شاء الله تعالى. ايه تاني؟ نبص على حاجه اسمها الفريز وحاجه اسمها البلوت. نبدا نقولهم واحده واحده. لو جيت كده رحت جيت على شايف البلوت اللي قدامك دي كده، قال لي لو انت جيت عملت على اي لير موجوده عندك كده، لو انا جيت شايف الاشكال اللي قدامي دي كلها، جيت على لير زي لير الدايمنشن اللي الاصفر قفلت اللون بتاعها، جيت على لير زي الازرق رحت جاي قافل اللون بتاعها اللمبه بتاعتي. بص اللي حصل، ايه الرساله اللي قدامك دي؟ بيقول لك اذا كانت لير استرند اوف، بيقول لك اللير اللي انت شغال عليها اللير الازرق انت عايز تطفيها. يعني ايه؟ يعني لما تيجي ترسم اي حاجه كده هتبدا ترسم في الضلمه، يعني بص مفيش حاجه ظاهره، هو هيرسمها لك بس انت لو جيت عملت له لير اون بص كده هيبدا يظهرها لك، بس بيقول لك انت بترسم في الضلمه. ايه عقل كده؟ بيقول لك ايه عقل؟ بص كده تيجي تقفل بيقول لك ايه عقل، انت هترسم بعد كده ايه في الضلمه، يا ترى انت عايز كده ولا لا؟ فيا ريت الناس تكون وصلت عندها. تمام. لو جيت خدت رسمه زي اللي قدامك كده وجيت عملت الفايل ورحت جاي قايل له بلوت، طبعا انا قافل ايه، انا قافل اللون الازرق. طب بص كده رحت جاي اعمل ايه، سنتر، عملت ايه ويندو، خدت ايه، خدت الاشكال دي كلها كده ورحت جاي عامل ايه يا سيدي، عملت سنتر تو بلوت ورحت جاي مختار ار بي دي اف يو دبليو جي تو بي دي اف. تمام. رحت جاي كده قلت له ايه بريفيو. بص ايه اللي حصل في الطباعه، اللي حصل الازرق واي حاجه انا كنت عملت لها، اي حاجه عندي هنا كنت عملت لها ان هي مقفوله ما بقتش تظهر عندي. يعني انا اي حاجه رحت لو تبص عندي كده انا كنت عامل ايه اللون قافل اللمبه على الاصفر والازرق فما ظهروش. طب لو قيت اللمبه كده قدامي كده تاني، جيت قيت اللمبه يا سيدي رحت جاي اعمل له ايه بلوت، جيت جربت البلوت كده رحت جاي له ايه بريفيو. بص كده بدأوا ايه يظهر عندك. طب تمام. طب ده بالنسبه لكذا. طب انا لو جيت برضو رحت جاي قايل له ايه، لو جيت رحت جاي قايل له اعملها لي فريز، عملت له ايه، قلت له اعملها لي فريز، جيت على زي الازرق كده قلت له فريز. طبعا ما رضاش اعمل فريز لان هي دي كارنت لاير. تمام. وجيت عند الاخضر رحت جاي اعمل له ايه فريز، رحت جاي جربت رحت جاي قايل له ايه فايل، رحت جاي اعمل له ايه بلوت، ورحت جاي قايل له ايه بريفيوس بلوت بريفيو. بص بدأ يعمل ايه، بدا كل برضو اللي انا هعمل له فريز ما يبدا ايه ما يظهرش معايا نهائي. طب ايه برضو ايه الفرق لو عملت لوك برضو نفس الفكره مش هيبدا يظهر معايا؟ ايه حكايه بقى ايه البرينتر ده؟ قال البرينتر ده نفترض ان انت عندك لير معينه ومش عايز ان هي تظهر في الطباعه، يعني مثلا كان عندك نقط ولا حاجه انت راسم بوينتس كتير، رسمت هنا بوينت كتير طبعا كده كتير كتير كده، ورحت جاي عملت ايه، جيت رحت جاي عملت ايه
مش عايز البوينت اللي قدامك دي، مش عايزها تظهر في الطباعة. فرحت جاي عملت ايه؟ رحت جاي واخدهم كلهم حطيتهم في لاير، حطيتهم في لاير وليكن ايه، لاير 5، حطيتهم كلهم في لاير 5. وجيت عشان ما تنساش بعد كده، انت عارف ان الحاجه دي خلاص مش تطبع، عشان ما تجيش قبل الطباعه تقول انا عملت لوك ولا ما عملتش لوك مش عارف ايه، وتكون ناسي. فبتيجي عند علامه الطباعه دي كده وتروح جاي عامل ايه عليها الشكل اللي قدامي ده كده. بعد انت عملت الشكل اللي قدامي كده، يعني بيقول لك خلاص ان انا مهما بص كده اعمل كده، حاول تطبع او اي حاجه، مهما هتيجي ناحيتي مش هظهر معاك ايه في الطباعه. مهما جيت ناحيتي مش هيظهر معاك ايه في الطباعه. يعني جيت اعمل بلوت كده، رحت جاي اعمل له ايه ويندو اهو، تعالى كده خد اهي، خدها ويندو كده، اعمل ايه بريفيو. طبعا نخليها دي دبليو جي تي بي دي اف سنتر، اعمل جرب كده بريفيو، بص كده ما ظهرتش ايه نهائي. فدي بستفاد منها ايه؟ عن طريق ان انا لو عندي حاجه معينه مش عايزها تظهر معايا، يعني انا فاكر ان انا في عندي بوينتس انا كنت راسمها ومش عايزها تظهر في الطباعه، بس عشان ما تنساش، عشان ما انساش واعمل لها فريز او اعمل لها لوك او مش عارف ايه، ببدا اجي جنبها من البدايه واروح جاي اعمل ايه؟ جنبها علامه البلوطه، ابدا اقول له ان هي ما تطبعش نهائي. بعد كده يا جماعه في عندي حاجه اسمها ايه فريز، يعني بص في حاجه جديده كمان، حاجه اسمها نيو في بي فريز، نيو في بي فريز. لو جربنا نعمل فريز لاي حاجه من دول، بص كده عملت اللون الاحمر واللون الاصفر، عملت لهم فريز، اللي حصل بدل اللون الاحمر واللون الاصفر يتشال من قدامي كده ويختفوا، واحنا شرحنا الفرق ما بينهم. رجعت كده 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 شلتهم، بداوا يظهروا عندي. طب انا لو رحت جيت بص كده معايا كده، جيت عملت حاجه جديده وكده، رحت جاي على الالوان دي كلها، اللون زي الاصفر كده، رحت جاي عملت له فريز، ورحت جاي على اللون الاحمر عملت له فريز، جيت على اللون الاخضر وعملت له فريز بالشكل اللي قدامي ده كده. ايه اللي حصل؟ بص كده مفيش اي تغيير نهائي حصل قدامي هنا في الشكل اللي قدامي ده، بس هيبدا يحصل فين؟ بص كده على اللي اوت، بص كده لو دخلنا على اللي اوت، جربنا كده نعمل على اللي اوت ماشي، بص كده ايه اللي حصل؟ بدا ايه اي لون اخضر او اي حاجه من اللي انا كنت راسمهم اعمل لهم فريز، بدا ايه ما يظهرش ايه معايا. انا كنت عامل ده فريز بس كده، اللي انا عامل له فريز في الفيو بورد، عامل له اللون الاخضر وعامل للون اللون الاصفر وللون ايه تاني، وعامل للون الاحمر. اي حاجه الثلاث الوان دول مش هتلاقيهم ظاهرين عندك في اللي اوت، مفيش لون احمر، مفيش الاخضر اللي انا كنت عامله هنا، كل ده مش ظاهرين معايا. بالنسبه للون الاخضر اللي فوق ده، ده مش انا مش عامله بلاير، انا كنت كاتب بس كده ورحت جاي مغير اللون بس بتاعه. اما اي لون اخضر هنا لو تلاحظ ما فيش، اي لون احمر ما فيش، مش موجود، كل ده بدا يتشال. يبقى موجود عندي في اللاي اوت، موجود عندي هنا في الموديل، بس مش موجود فين؟ في اللاي اوت. طب نجرب كده نشيله، نرجع كده نشيل، جرب كده تشيله هيبدا يظهر معاك ايه في اللاي اوت. ارجع كده في اللاي اوت بدا يظهر معاك. طبعا لازم اعمل لاي اوت من اول جديد. نجرب كده في اللاي اوت، تجي اعمل كده فيو، فيو بورد اوبجكت، اختاره اهو، بدا ايه كل حاجه تبدا الاصفر، كل حاجه بدات تظهر معاك اهو، الاصفر والاخضر. تعالى هنا ما كانش فيه ولا لون اصفر ولا لون اخضر نهائي. يبقى فهمنا ايه الفكره الجديده اللي جت عندنا هنا كده في اللايرز، اللي هي ايه نيو في بي فريز. تمام كده، دي عشان خاطر ايه خاصه باللاي اوت بس. نيجي على حاجه كمان مهمه، لو بص كده لو جيت على اي حاجه من دول جيت اعمل لها ايه، بص كده في شويه حاجات كده ما بقدرش امسحها. يعني ايه؟ تعالى كده جرب كده عند اللي هي صفر كده، وجرب اعمل لها ديليت. بص كده هيقول لك ذا سيلكتد لاير واز نوت ديليتد، يعني خلاص ما بقدرش اشيل لاير زيرو. يبقى انا هو عنده حاجات معينه ما بيقدرش يشيلها، منها لاير زيرو، لان انت لو بدات اي رسمه عندك كده هتلاقي هي دي اللاير الوحيده الموجوده عندك. افتح اي رسمه جديده كده كده هتلاقي، افتح اي رسمه جديده هتلاقي بص كده هي لير زيرو بس الموجود. فبيقول لك هي دي الوحيده اللي عندي، فايه مالكش دعوه بيها، مالكش دعوه، ما تجيش ناحيتها خالص دي، مش عايز تيجي ناحيتها ما تجيش ناحيتها. يبقى دي اول لير عندي ما بقدرش ايه اشيلها. تاني لير عندي لو انا جربت اعمل دايمنشن كده، جيت شلت اي حاجه كده عملت لها دايمنشن، بص كده هتلاقي في حاجه جديده طلعت عندك اسمها ديف فاينز، ظهرت عندك كده. جرب كده تخش على اللير مانجر وتيجي على الديف فاينت كده وتعمل لها مسح، برضه هقول لك ايه سيلكتد لاير ويز نوت ديليتد، هي دي انا خاصه بالدايمنشن مالكش دعوه بيا. يبقى دي تاني حاجه ما تقدرش ايه، ما تقدرش تشيلها. تالت حاجه ايه هي؟ قال لك تالت حاجه عندي لو جربت تمسح لاير يعني لاير شغال، يعني ايه؟ تعالى لي كده اللون هنا، في لون ازرق هنا، اللون الازرق انا رسمت بيه صح كده، تعالى كده على حاجه زي اللون الازرق كده، جرب كده تعمل لها ايه، جرب كده على اللون زي الازرق تعمل لها ديليت. هيقول لك بص سيلكتد لاير ونوز نوت ديليتد. ليه؟ بقول لك كانت بي ديليت ليه؟ لانها بص
اولا لير صفر ولير ديف بوينت ما بيتشالوش، قلنا ليه؟ كارنت لير، كارنت لير لو حاجه هي اللي شغاله، ليرز كونتيننج اوبجكت، ايه ليرز كونتيننج اوبجكت؟ يعني ديت انت راسم بيها حاجه قبل كده. طب جرب كده تعمل واحده جديده كده، تعالى على الزيرو كده واعمل واحده جديده وما ترسمش بيها، اديها لون تاني مثلا غريب كده رصاصي، ما ترسمش بقى اي حاجه، تعالى اعمل لها ديليت كده بمنتهى السهوله اتشالت. لان ايه؟ لانها ولا انت راسم بيها، ولا هي نقطه، ولا هي الديف بوينت، ولا هي الزيرو، تمام. طب رابع حاجه قال لي كارنت ليه، لو انا جيت يعني انا دلوقتي لو انا عايز ارسم باي حاجه، يعني بص جرب كده، ما تيجي ترسم، تيجي ترسم بص كده، هو مختار لاير 0، يبقى ما تيجي ترسم هي كل اللي هترسمه هيترسم في لاير 0. تعالى كده اختار لاير 2، ما تيجي ترسم هيبدا ايه يرسم ايه في اللاير 2، يبقى ده اسمها ايه الكارنت لاير. يبقى ما اجي على حاجه زي كده وابدا اعمل علامه الصح كاني بقى بقول له ايه، خلي دي هي الكارنت لاير، كارنت لاير، كارنت لاير دي لما اجي اعمل لها حذف يقول لك لا ما اقدرش اشيلها. ليه ما اقدرش اشيلها؟ لان هي بيقول لك ايه، هي دي الكارنت لاير. بقى حاجه اسمها اكس ريف ديت مش هنحتاجها دلوقتي ومش هنتكلم عنها ايه دلوقتي. نبدا نتكلم يا جماعه على حاجه ايه مهمه اللي هي في الجنب هنا. نبدا نتكلم على حاجه في حاله اللي هو الشغل الكبير اللي هو الشركات والحاجات دي، بتلاقي قدامك حوالي 90 او 100 لاير، 90 او 100 لاير او اكتر كمان. يعني انا كراجل مهندس مدني وفي عندي معماري وفي عندي ميكانيكا وفي عندي كهرباء، كل ده في حاجات كتير موجوده قدامي. فانا لو جيت حطيت ال 100 لاير قدامي هنا في القائمه اللي قدامي هنا كده هيبقى كتير، هفضل احتار مش عارف اروح فين ولا اجي منين. فقال لك لا، قال لك احنا هنريحك، او قال لك عندك حاجه اسمها فلتر جروب، حاجه اسمها ايه نيو جروب فلتر. يعني ايه جروب فلتر؟ قال لي يعني ابدا افلتر لك الحاجات اللي قدامك دي كده، ابدا اسمي لك حاجه جديده اسميها، وليكن هنسميها مثلا ارشتكتر. ارش يعني ايه؟ يعني كل الحاجات الخاصه بالمعماري يبدا احطها لي هنا. يعني مثلا انا اجي ابص على الحاجه اللي قدامي ده كده هلاقي ان المعماري بيحتاج ايه؟ الاكسات، هلاقي بيحتاج مثلا اي حاجه تانية. مثلا لو هنعمل لاير جديده هنسميها ايه؟ هنسميها في دايمنشن مثلا، اي حاجه ازور ليد بيقول لي ان هي موجوده بالفعل دايمنشن 1 مثلا، اي حاجه، وابدا اروح جاي حاططها له. بيحتاج لاير 2 وابدا احطها له. بص ما اجي بقى اجي افتح اشتغل على الارش دي الاقي هم بس اللي قدامي، هم ايه الليرز اللي انا مختارها بس هي دي اللي هتشتغل قدامي. طب جربنا انا كمهندس ايه سيفل، اروح جاي كاتب ايه سيفل، ابدا اروح جاي داخل على اقول ليرز جروب اشوف ايه اللي انا محتاجه. مثلا محتاج الكيو اس مثلا دي، ومحتاج لير 5، ابدا افتح كده هلاقي هم دول بس ايه الموجودين اللي انا حطيتهم، بس اللي انا حددتهم وهم دول الموجودين بس قدامي. وابدا ما اجي افتح اختار جروب ده، ابدا افتح هو بس الليزر قدامي هو ايه الجروب بتاع السيفل، وابدا اتحكم في اللايرز بتاع ايه السيفل ده في حاله المشاريع الثقيله وابدا استخدمه. طب كمان قال لي حاجه، قال لو انت عندك في لاير معينه زي اللي احنا اتفقنا عليها ان انا هتفق على الوان معينه ابدا استخدمها وليرز معينه هبدا استخدمها، تمام. قال لي بعد كده عشان ما تفضلش كل لوحه تيجي تستخدمها، تيجي تستخدمها تفضل ايه، تفضل ايه تروح جاي ايه، تفضل تقعد تعمل اللايرز دي كلها من اول وجديد. قال لي لا، قال لي انت ممكن تسيب اللايرز بتاعتك عادي خالص بمنتهى السهوله. قال لي ازاي؟ قال لي تيجي على اللاير اللي انت كل اللايرز اللي انت عملتها وتروح جاي عامل ايه اكسبورت، تبدا تصدرها، تيجي على الديسك توب مثلا وتبدا ايه تصدرها، تسميها مثلا تسميها ايه، هتقول طبعا لايرز، وتبدا تقول لها ايه سيف، تمام، تروح جاي عامل ايه كلوز. طب نجرب كده نفتح لوحه جديده، تعال افتح لوحه جديده كده، تعال انا دلوقتي عايز خلاص لوحه جديده ما فيهاش اي خالص لايرز، عايز ابدا ايه اجيب اللايرز دي، اروح جاي على اللاير برضه مانجر واقول له ايه، اقول له امبورت، اجي على الديسك توب، فين الديسك توب فين اللايرز؟ طبعا ولا لو قعدت 100 سنه مش هيظهر لك. ليه؟ لان انت مختار الصيغه بتاعتك دي دبليو جي يعني ايه دروينج، اما انا لا انا بختار حاجه اسمها ايه ال اس، يعني يعني لايرز. اول ما بتختار ال اس بدا ايه يجيب لي اللايرز اللي انا عملتها، اقول له اوكي، يبدا ايه اقول له ايه ريستور، راح جاي يبدا يرجع لي كل اللايرز اللي انا ايه اللي انا كنت شغال عليها. فدي حاجه مهمه جدا عشان ما تفضلش ايه كل اللوحه بتاعتك تفضل ايه تفضل ترجع لي. بعد كده يا جماعه في حاجه اخيره نسينا نتكلم عنها الا وهي اللاين تايب. لو انا احنا بصينا علينا في اللاين تايب، احنا قلنا اللاين تايب وكل حاجه، بس ايه في جزئيه كده نسينا. نفترض ان انا عندي حاجه بالشكل ده من ده كده اكسس، رحنا جايين مدينه اللون الاحمر مثلا، رحنا جايين مخلين غيرنا ايه اللون النوع بتاعه، رحت جاي ايه اللود، رحت جاي مختار سنتر 2 مثلا، اوكي طبعا ما انساش اروح كده جاي اختاره تاني واقول له ايه اوكي بدا يعمله كده. انا رحت جاي مختار اللاير بتاعتي اللي هي اسمها اكسس دي، رحت جاي بدات اجيب اللاين، رحت جاي راسم تمام اهو، تمام ارسم تاني، جيت اعمل زوم. انت بتقول لي فين بقى شكل السنتر لاين؟ هقول لك اعمل زوم، هتقول له انا هفضل اعمل زوم، هقول لك لا، اقول لك روح جاي غير اللاين تايب بتاعك، اقول له خش على قائمه ايه فورمات، اقول له خش عليه اللاين تايب. في حاجه هنا كده هتلاقي الجزئيه دي مختفيه، هتلاقي بالشكل اللي قدامك ده كده، تروح جاي اعمل له ايه شو ديتيل، شو ديتيل. في حاجه اسمها جلوبال سكيل فاكتور، جلوبال سكيل فاكتور بيقول لك السكيل فاكتور اللي انت عايزه عايز كام، هبدا اكبر السكيل ده وليكن اخليه 2 مثلا، اقول له ايه اوكي
بدأ يظهر شوية، راح جاي له فورمات تاني وأقول له إيه لاين تايب، أقول له مثلا خليه 5 مثلا، راح جاي له إيه أوكي. بص إيه اللي حصل، بدأ يظهر لك قدامك الشكل بتاعك بتاع السنتر لاين. خد بالك كمان أنا واقف على زوم بعيد، فالرقم ده كبير جدا، فلازم أعمل سكيل كبير. تخيل بقى لو كنت عامل على زوم بقى قريب أوي كده، لا هضطر إيه أعمل إيه حاجة أقل. طب تخيل أنت لو عندك بقى خط جديد كده، رحت جاي أنت رسمه كده تمام، انت مش عايز ده يبقى نفس السكيل ده، يعني انت عايز ترسم ده جلوبال بحاجه غير ده، او مثلا يا سيدي نفترض ان انت عندك لاين صغير قوي كده في تقسيمه واحده، انت عايز تخليه اكتر من تقسيمه، فهتعمل ايه؟ تروح جاي راجع تقول لي، راح جاي مختار، راح جاي راجع اول فورمات، راح جاي اللاين تايب، وراح جاي مغير ده يوم كلهم تاني خليه وليكن 8، تقول لي اوكي. اللي حصل برضو ده مش عايز يتغير، مش عارف ايه كذا. طب هتعمل ايه، تتصرف ايه في حاجه زي كده؟ هتقول لك لا، اقول لك في حاجه جديده عندك لازم تعملها، الا وهي تروح جاي مختار صاحب ده كده لوحده، ما انت مش عايز تعدل على ده كله، انت عايز تسيب دول زي ما هم، بس ده الوحيد اللي عندك المشكله فيه. تروح جاي مختاره، تروح جاي عايز تعمل دلوقتي عليه تعديل، يبقى تروح جاي داخل قائمه ايه موديفاي، تختار حاجه اسمها بروبرتيز. اول ما بتختار حاجه اسمها بروبرتيز، في حاجه اسمها لاين تايب سكيل، في حاجه اسمها ايه لاين تايب سكيل، مكتوب بواحد مثلا تخليه باتنين، قول له اوكي، شوف التاثير اللي هيحصل عندك. ليه حسيت ان هو لازم تقلل، خليه باتنين، بواحد بتمانية من عشرة او بخمسة من عشرة، اوكي على ده سينا نحدد، معلش خليه بكام، نص، اوكي. اللي حصل بدأ ايه الشكل بتاعك كده، عايز تزود اكتر من كده تبدأ ده. فعرفنا اهمية البروبرتيز دي، يبقى البروبرتيز دي لما انا محتاج حاجة لوحدها او خط لوحده ابدأ اخش على قائمة ايه، ما انساش اخش على قائمة ايه بروبرتيز، اروح جاي داخل عليها واروح جاي مختار لاين تايب سكيل، اروح جاي مغير لاين تايب سكيل واقلله. طب في حاجة كمان موجودة كده لو بصينا عليها، بص كده هنلاقي حاجة اسمها جلوبال سكيل فاكتور وحاجة اسمها كارنت اوبجكت سكيل. يعني ايه الفرق ما بينهم؟ اقول لك الجلوبال سكيل فاكتور يعني اللي انت عمال ترسم فيه القديم ده كله، اللي انت عمال ترسم فيه موجود ب 8، ولو فضلت ترسم هيرسم لك ايه ب 8. طب في حاجة اسمها ايه الكارنت اوبجكت سكيل. ايه الكارنت اوبجكت سكيل؟ يعني بقول لك اي حاجة جديدة بقى، اي حاجة جديدة هترسمها هبدأ اعملها لك بالايه في الفاكتور الجديد ده. افترض انا عايز اخليها 2 من 10 مثلا، اقول له اوكي ارسم لي اي حاجة كده جديدة، هتلاقي معمولة بالسكيل الجديد اللي هو كام، اهي شايف الفرق، ده كان نص، ده 2 من 10. يبقى انا برضو يبقى دي طريقه تانية يعني، بس برضو هتبقى ممله، مش كل حاجه اجي اعملها. يعني انا لو عايز اعمل حاجه جديده بسكيل جديد، اروح جاي اعمل ايه، هتروح جاي اقول لي ايه، اقول لي فورمات، اقول لي لاين تايب، وتروح جاي ترجع تقول لي ده مثلا خليه لي بواحد من عشره، اقول له اوكي، وراح جاي راسم. هتقول لي هتضايقني في ايه تاني؟ اقول لك ممكن تضايقك في حاجه كمان، الا وهي ايه، لو انت عندك نوع تاني من الخطوط. هقول لك ايه، لو انت عندك نوع تاني مثلا نفترض لير تانيه، اديها لون وليكن اصفر مثلا اي لون، وراح جاي مختار النوع بتاع خلي داش مثلا، جاي قايل لوت، قول داش، خليها داش، وراح جاي مختار الداش واقول له اوكي. تخيل بقى انت رحت جاي ترسم، انت مش عايز الداش يبقى نفس السكيل ده، جيت ترسم اهو كده اهو، هيعمل لك الداش ايه نظامه؟ لا خد بالك احنا ما اخترناش الداش اهو، هيجي يعمل لك الداش ايه نظامه؟ هيعمله لك نفس ده بالظبط. ليه نفسه؟ لان هو متظبط على ايه؟ على سكيل اللي هو ايه؟ 8 و1 من 10 اللي هو الكرنت. لو خليت 1 من 10 ده صفر، قلت له اوكي مش هيرضى طبعا، ليه؟ لازم ايه يبقى فاليو بقيمه، لازم اخليها بواحد، تروح جاي ايه ابدا ارسم اهو، وهكذا. تمام كده، تمام يا جماعه، يا ريت تكون المعلومه دي اتوصلت، لان دي حاجه مهمه جدا. عايز تغير ده نفسه تعمل ايه؟ وجاي داخل على البروبرتيز بتاعته نفسها، وابدا اروح جاي مغير السكيل بتاعه، اخلي مثلا نص، اقول له اوكي، يبدا ايه يعمل لي التعديل عليه هو بس. تمام، دي كانت جزئية نسينا اقولها. ان شاء الله في الفيديو الجاي، عشان ما نطولش على الناس، ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى ده اهم فيديو في اللاير. ليه؟ لان هنتكلم على قائمه جديده، حاجه اسمها لاير 2، الجزئيه اللي فوق دي، لانها بتبدا تخلص اللوحه عندي في ثواني. يعني انا لو عندي لوحه مش هفضل اقعد اطفي، ومش هنتكلم، هنتكلم ان شاء الله في الفيديو الجاي مش هقعد اطفي الكلام ده، هنتكلم على حاجه اسمها لاير ايزوليت، حاجه لاير ماتش، اكستشينج تو كانت لاير، لاير ان ايزوليت، لاير قابل تو نيو لاير، لير ووك، كل ده هنتكلم عنه ان شاء الله. اما دول احنا اتكلمنا عنهم، اللي هي اللير فريز واللير اوف واللير تقلق واللير انلوك، كل ده اتكلمنا عنه ان شاء الله في الفيديو ده. اما الجزئيه ودي المهمه جدا جدا، واللي هتستخدمها في ثلاث ارباع شغلك وانت بتحول من معماري لانشاء، هنتكلم عنها في فيديو لوحده بقى باذن الله، في فيديو الجاي باذن الله تعالى. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh,
شوقا إلى المولى أتاني، أسلمت روحي للإله، بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتاي، أسلمت روحي للإله، نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع، آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا، نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع، آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق، يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة، قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق، يا هائما هل تستفيق وترى السعادة.